سماعه انكر اللاسلكيه لايف كيو 10 اي، طبعا مناسبه جدا للي يحب يطالع افلام ومسلسلات من الايباد من التليفونات حق الجيم الرياضيين، مناسبه جدا في الاستخدام اليومي سواء في التمارين الرياضيه او اللي يحب يطالع من يوتيوب ونتفليكس وغيره. طبعا من ماده الجلد، من الراس وسماعات الاذن، رفع الصوت، تنزيل الصوت، ايقاف التشغيل ورفع مستوى الصوت، وبعد سهلة التنقل تاخذها معاك في المكان اللي تبيه حتى في السفر، ومعاها واير يو اس بي 8 تايب سي. وبعد من مزاياها ان فيها عزل الازعاج الاوتوماتيكي، وفيها بعد سماعة مدمجة تقدر مثلا اذا جاك اتصال في التليفون ترد من خلالها السماعة والصوت يكون واضح امورك طيبة. عندك منفذ تايب سي ومنفذ اي او اكس، وبعد تشحنها تقريبا خلال 5 دقائق تعطيك بلاي تايم 5 ساعات، تشتغل معاك لمدة 5 ساعات، والبطارية عمرها 60 ساعة، تشحنها فل وتتم شغالة معاك تقريبا لمدة 60 ساعة. وبعد المميز ان فيها تطبيق تحكم خاص فيها تنزل على نظام الايوس والاندرويد اسمه ساوند كور، طبعا ساوند كور في كل السماعات من شركة انكر، فتقدر تسوي كستمايز حق الاصوات، تختار المود اللي تبيه، الصخب تبيه الكلاسيك العادي الجاز، فتقدر تتحكم انت من تطبيق التحكم، وتشوف بعد بطارية السماعة كم نسبة البطارية من خلال التطبيق، تشوف كل التفاصيل من خلال التطبيق. فانت باستخدام ديب تقدر تنزل التطبيق، تبي الاستخدام العادي مجرد ما تشغلها تشبكها بالبلوتوث بتليفونك وتستخدمها امورك طيبة. مجرد ما فتحت السماعة طلع لي اسم السماعة وشبكتها على جهازي، ما احتاج انزل التطبيق، لكن لو ابي مثل ما قلت لكم تفاصيل اكثر انزل التطبيق. طبعا حاليا انا قاعد اجربها، مستوى الصوت فيها للأمانة ممتاز، مو بوايد عالي يسبب لك ازعاج، مو بالبسيط، وفيها عزل ازعاج. متوفرة عندنا في متجر سيركت ستور، بتحصلون القسم الصوتيات ومزاياها حلوة مقارنة بسعرها الرمزي.